كشفت والدة الطفلة رؤية محمد عن مفاجأة جديدة في تطورات الحملة التي انطلقت لتوفير مبلغ 40 مليون جنيه ثمن حقنة طبية لها لإصابتها بمرض ضمور في العضلات. وفي أول تصريح لها عقب اكتمال ثمن الحقنة، قالت والدة الطفلة رؤية: بفضل الله تم دعم المصريين ثم جمع المبلغ المطلوب لإنقاذ حياة الطفلة رؤية. وكشفت والدة الطفلة رؤية عن مفاجأة، مؤكدة أن جرى جمع مبلغ أكثر من المطلوب، قائلة: جمعنا مبلغ 43 مليون جنيه، أي بزيادة 3 ملايين جنيه عن المبلغ المطلوب. وأضاف والد رؤية في تصريحات أنه الآن متواجد في القاهرة متوجها من المستشفى إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للاحتفال بجمع المبلغ المطلوب. رؤية هي طفلة صغيرة تعاني من ضمور العضلات الشوكي وتحتاج إلى حقنة التي تبلغ تكلفتها 40 مليون جنيه. صدرت قصة الطفلة رؤية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تفاعل مع حملة التبرعات الخاصة بحالتها عدد كبير من المجتمع المصري ونجوم الفن والرياضة. ناشدت حملة التفاعل والتبرع من أجل الطفلة رؤية آلاف المصريين وكل من يقدر على توفير ثمن الحقنة خلال فترة معينة قبل أن تتم الطفلة سنتين لإنقاذ حياتها. وتعاطف مع قصة الطفلة رؤية العديد والعديد من نجوم الفن والرياضة في المجتمع المصري، ونشروا تغريدات تدعو لمساعدتها، حيث قال النجم محمد هنيدي، والذي يتابعه أكثر من 26 مليون مستخدم عبر موقعه على فيسبوك: القمر دي اسمها رؤية. رؤية عندها مرض اسمه ضمور العضلات، مرض خطير وملهوش علاج تقريبا، إلا علاج واحد بس في العالم، حقنة لازم تاخدها قبل ما تتم سنتين. من جانبه نشر الفنان أحمد العوضي نفس التغريدة دعا فيها الجميع للتبرع. وأيضا دعم المغني حمو بيكا الطفلة رؤية في منشور على فيسبوك قائلا: أنا ما عنديش عيال بس بحب الأطفال والحيوانات جدا، ولو شفت حيوان مريض قلبي بيتقطع، ما بالك بطفلة محتاجة حقنة بأربعين مليون، رقم محدش فينا يقدر يعمله لو عاش عمره كله، بس لو كل واحد فينا اشترك بمبلغ هتعمله. وطالبت الفنانة وفاء عامر من جميع زملائها الفنانين جمع التبرع إلى الطفلة رؤية التي تعاني من ضمور العضلات، وقالت: بدعو زملائي وأصدقائي كل شخص يهتم بحالة رؤية يقف جنبها، هي تستحق الحياة ومش هتقدر تجمع المبلغ لوحدها. كما كشف مصدر داخل وزارة التضامن الاجتماعي عن أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر ساهم في علاج الطفلة رؤية التي تعاني من مرض ضمور العضلات.